ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنيبر. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونكمل قصتنا. وبنروح لفارس اللي دخل البيت ومعاه المحامي، فقال له فارس: اتفضل معايا يا استاذ سامح للصالون. دخل المحامي وبص له فارس وقال له: هطلع اجيب فرح واجي دقيقه واحده. وطلع فارس لقطه هو وفرح، ودخل ولقاها قاعده على السرير وهي بتبكي، فترعشت فرح بخوف بمجرد ما شافته، فقال لها بغضب: قدامك دقيقة واحدة تقومي تغيري هدومك وتغسلي وشك ده وتنزلي ورايا. هزت راسها بالموافقة، ونزل فارس ودخلت عليهم فرح بعد دقايق. فقال فارس: دي فرح مراتي وبنت عمي يا أستاذ سامح، اتشرفت بحضرتك يا مدام. مدت ايدها بدون اي كلمة، فقال لها فارس بصوت هامس: انتي قلبة خلقتك كده ليه؟ ما تتحكي. فابتسمت فرح تنفيذا لأوامره، وقال فارس: في ايه يا استاذ؟ ما تفتح الوصية يلا، قلتلي عايز فرح جبتها لك، عايز ايه تاني؟ والله يا فارس بيه انا ما كنتش ناوي اجيلك، وعمتك في المستشفى، بس لما قلتلي انها توفت قلت خلاص مفيش غير انت والمدام دلوقتي. انصدمت فرح من اللي سمعته وقالت في نفسها: هي عمتي ماتت؟ طب اتفضل افتحها. وفتح المحامي الوصية وقال بعد ما قراها: والله يا فارس بيه وجود المدام وعمتك طلع زي عدم، عشان سالم باشا موصي على كل ممتلكاته ليك انت وبس. وابتسم فارس بخبز وقال: طبعا ما انا الوريث الشرعي الوحيد، وبابا عمل عين العقل. اما فرح فبصت لهم بلا مبالاة، فكل اللي بيشغلها هو ابنها وما تهمهاش الفلوس نهائيا. وبنروح لرامي اللي فضل واقف وهو مصدوم بسبب الطفل الصغير اللي مرمي قصاد الملجأ، وهو مش مصدق اللي شايفه وبيتساءل ازاي ام واب يسيبوا طفلهم اللي في السن ده. فقرب منه ونزل للارض وشاله ما بين ايديه وفضل يبصله بحب شديد وبدون ما يعرف ان كان ولد ولا بنت، وفضل يتأمله لانه جميل جدا، وبسبب صراخه او صراخها نغزوا قلبه بشدة، وحس ان الطفل جعان، ولكن لاحظ وجود ورقة بيضة داخل اللفة، فأرغم فضوله ان يشوف اللي جواها وفتحها وما لقاش فيها غير اسمه منير. وفي الوقت ده فهم ان هو ولد واسمه منير، واخده معاه بعيد عن باب الملجأ، فخاف ان حد يخرج بسبب صراخ الطفل وياخده منه، ومشى بيه. واثناء طريقه كان بيبص للطفل بمنتهى الحنان لحد ما وصل لباب بيته، وكان خايف من ردة فعل زوجته، ولكن بالطبع مش هيسيب طفل في العمر ده، فهو عنده شهرين او ثلاثة بالكتير. وبعد فترة قصيرة فتحت زوجته الباب وشافته وهو شايل الطفل، فانصدمت بشدة واتسعت عينيها واتكلمت بغضب وهي على وشك ان تبكي، وقالت: اوعى تقولي ان ده ابنك، ولما امه ماتت جبتهولي انا اربيه، يا خاين يا واطي تطلع متجوز عليا كل ده وانا زي الهبلة معرفش حاجة، والله ما هقعد لك في البيت يا رامي ولا حتى ثانية واحدة. ودخلت وهي بتبكي، ووقف رامي وهو مصدوم من ردة فعل زوجته، واول ما دخلت ضحك عليها لانه كان متوقع اكتر من كده،
وما قدرش يتحكم في نفسه وارتفع صوت ضحكاته، ولكن افتكر آخر كلمة لها بأنها هتسيب البيت. فجري للأوضة وهو بينادي وبيقول يا بنت الهبلة هتسيب البيت، ودخل ولقاها واقفة قصاد الدولاب وهي بتبكي وبتتكلم بكلام غير مفهوم بالمرة، ولكن فهم إنها شتايم في حقه، وبقت بتشيل هدومها وتحطها في الشنطة. فوضع رامي الطفل على السرير وراح ومسك إيديها وهو بيضحك على منظرها وبيقول انت هبلة يا بنتي، هي الأفلام كلت دماغك ولا إيه؟ سيبني واطي يا خاين. فحضنها رامي بشدة وهي حاولت تبعد ولكن ما قدرتش، فبكت أكتر داخل أحضانه. وقال رامي تعرفي يا حبيبتي إنك هبلة قوي، هبلة عشان صدقتك وفي الآخر تتجوز عليا. عمري ما فكر إن أتجوز عليكي. وده بقى يبقى مين؟ مش ابنك برضو؟ ابتسم رامي وشال الطفل وأخده ما بين أحضانه بمنتهى الحنان وقال لها خدي يا سلمى. يلا خدي. ارتبكت سلمى وترددت ولكن شالته من بين ايديه وحست بإحساس كانت بتفقده وبتتمناه بشدة. فقال رامي الطفل ده لقيته قدام باب الملجأ ومعرفش انا ليه ما قدرتش اسيبه هناك وجبته معايا هنا. مين اللي يقدر يرمي ضناء؟ اكيد ناس ما عندهمش قلب ولا ضمير. بسم الله ما شاء الله، جميلة قوي يا رامي. انا كنت فاكر في الاول زيك كده بسبب جماله انه هو بنت، بس لقيت ورقة معاه مكتوب عليها اسمه. طب اسمه ايه؟ منير. اسمه منير. منير؟ انا قررت ان احنا هنربي الطفل ده. نربيه؟ ازاي؟ اكيد اهله بيدوروا عليه. انتي هبلة، هو لو اهله عايزينه كانوا رموه قدام باب الملجأ كده. طب هنقول للناس ايه؟ ولا هنقول لأهلك ايه؟ مش هنعرف حد حاجة، انا هعمل نقل من شغلي، الشركة ليها فروع تاني في القاهرة، ونروح القاهرة ونعيش احنا التلاتة هناك. واهلي هسيبهم كده وانت هتسيب اهلك؟ من يوم ما اتجوزتك وانت بقيتي اهلي ودنيتي الحلوة، ويا ستي كل فترة هنيجي هنا زيارة، وبعد فترة هنقول انك خلفتي. فابتسمت سلمى وكمل رامي كلامه وقال انا هنزل دلوقتي يا حبيبتي عشان اجيب لبن وببرونة من الصيدلية اللي تحت عشان منير شكله جعان. فهزت راسها بالموافقة وبصت للطفل بحنان وقالت انت من النهاردة هتبقى ابني حبيبي. والحد هنا خلصت حلقتنا، استنوني النهاردة في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لقصتنا. اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك فيها، فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.